ضحية لاضطهاد سياسي ونظام فاسد، هكذا صور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفسه أمام أنصاره بعد انتهاء جلسته أمام القضاء في ميامي. دفوع ترامب القانونية ضد الاتهامات الموجهة ضده كانت متوقعة، بدأها بالتأكيد على براءته في تهمة عرقلة العدالة وتعريض الأمن القومي للخطر. ترامب قال إنه تعامل بشكل إيجابي مقارنة بالطريقة التي تعامل بها الرؤساء الآخرون مع الوثائق الحساسة. الرئيس السابق الطامح لاستعادة منصبه في انتخابات 2024 اعتبر أن كل هذه الاتهامات هدفها الإضرار بحملته الرئاسية. ترامب اعتبر خضوعه للمحاكمة عار في تاريخ أمريكا، واصفا بايدن بالرئيس الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة. طبعا لن يترك ترامب هذه الفرصة تمر دون تذكير الأمريكيين بإنجازاته، مؤكدا أنه الوحيد القادر على إنقاذ أمريكا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.